مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم إخراج الإشاعات وإشاعة الفتن؟ جزاكم الله خيرا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا يجوز إشاعة الأشياء المكروهة والمحرمة إذا حصلت من بعض الناس، لأن هذا ترويج لها، ولأن هذا مخالف للستر على من وقع في معصية، مطلوب ستره وموعظته ونصيحته، ولا يشهر به عند الناس. فيجب أن لا تشاع الشائعات المكروهة عند الناس، ويجب الستر على من وقع منه خطأ مع مناصحته. هذا هو سبيل المؤمنين. نعم.